ومن اخبار النادي الاهلي الى عالم الصحافه، سواء كان بشكلها الكلاسيكي التقليدي، الصحافه الورقيه او الالكترونيه. هنروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع مراسلنا وزميلي العزيز محمد توفيق عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. وبالمناسبه هيكون لي لقاء كمان مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير نشر بموقع يلا كوره. محمد صباح الفل عليك، وعايزينك بقى تسمعنا اهم المانشيتات والعناوين، وخصوصا ان النادي المريخ السوداني كان ليه تصريح كمان عن النادي الاهلي. يعني ما معناه كده ان النادي الاهلي اي نعم هو نادي قرن، لكن احنا كمان ما نقلش. وكمان رونالدو كان ليه تصريح عقب الهزيمه من ميلانو. اتفضل. صباح الخير، تحياتي ليكم ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولكل جمهور الاهلي العظيم اللي بيتابعنا من جميع انحاء العالم. تتجدد اللقاء وجوله جديده لاهم واخر الاخبار محليا وعالميا الصادره صباح اليوم الاثنين 15 فبراير 20. البدايه من الاخبار المحليه، واول خبر معانا من بوابه اخبار اليوم، الاهلي يختتم استعداده للمريخ وموسيماني يحذر اللاعبين. الخبر الثاني من يلا كوره، المريخ زي ما ذكرت يا كريم، المريخ الاهلي نادي القرن الافريقي ونتمنى الصعود معا. اليوم السابع مؤتمر صحفي للجنه الثلاثيه باتحاد الكره ظهر اليوم. وعالميا يعني زي ما ذكرت التصريح بتاع رونالدو الاشهر النهارده، يعني رونالدو كان في تصريح على لسانه النهارده من بوابه اخبار اليوم. الهزيمه امام نابولي لن تحبطنا، يمكن كان بيشير في حديثه للخساره الاخيره في الدوري الايطالي، وبيقول ان احنا ان شاء الله مركزين في دوري ابطال اوروبا الفتره الجايه. الخبر الاخير معانا برضه عالميا ومن صحيفه الشروق، بعد الخساره الثالثه تواليا لليفربول صحف انجلترا، كلوب يستسلم في صراع اللقب، صلاح الاعلى تقييما في الريدز، وكلوب لا اعتقد ان بامكاننا تقليص الفارق هذا الموسم. والحديث اكبر عن بشكل اكبر عن اخبارنا وتحليلها ينضم لينا الصحفي ايمن جلبرتو، ان يعني زي ما بقول مدير نشر هنا في موقع يلا كوره. يعني ايمن بنرحب بيك في البدايه، تحياتي ليك وتحيات كريم والهواند في الاستوديو ليك. يعني بنتكلم عن ماتش الاهلي والمريخ السوداني، كانت تصريحات الصادره من اداره المريخ عقب وصولهم للقاهره كلها بتقدر قيمة النادي الأهلي، لكن أعتقد أن ظروف المباراة صعبة بعكس ما يتوقع البعض. المباراة ممكن تكون سهلة، أعتقد اختلاف الأجواء وظروف المنافسة بعد كأس العالم للأندية وجودك هنا غيابات بالجملة، شايف المباراة ازاي من وجهة نظرك وشايفها فنيا ازاي في الملعب؟ طبعا اهلا بيكم بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. طبعا مباراة المريخ صعبة مش زي ما الناس بتتصور، يعني ممكن تبقى سهلة. دلوقتي دخلنا في منافسات مختلفة، الأجواء مختلفة، حلم جديد وهدف جديد بالنسبة للنادي الأهلي، البطولة العاشرة، وان هو يرجع تاني يقدر يحقق اللقب للمرة التانية على التوالي ويعيد ذكريات بقى زي ما بنقول الفترة الذهبية للنادي الأهلي 2005 2006 وكان في 2012 2013. المباراة بالتأكيد لن تكون سهلة، لازم ناخد بالنا ان حاليا مفيش جمهور في المدرجات، وبالتالي الفوارق الفنية ما بين الأندية ما بتبقاش كبيرة. يعني الفريق لما بيجي يلعب بره أرضه ممكن الأمور بالنسبة له ما تبقاش صعبة، لأن خصوصا أنت هنا بتلعب في مصر في استاد القاهرة، الملاعب جيدة، الأمور سهلة. شفنا مازيمبي مولودية وشباب بلوزداد مثلا، ملعب مازيمبي كلنا عارفين أن هو قد إيه ملعب صعب، لكن في غياب الجماهير الأمور كانت سهلة بالنسبة له، الماتش خلص تعادل. فإحنا هنا طبعا النادي الأهلي في استاد القاهرة إن شاء الله يبقى هو اللي ليه الحظوظ الأكبر على المريخ، يستفيد بالدفعة الكبيرة اللي جاي بيها من كأس العالم للأندية مع هدف جديد وطموح جديد إن الفريق يبتدي بداية قوية ويحقق إن شاء الله انتصار في طريقه للبطولة العشرة بإذن الله. شايف من وجهة نظرك إيه التعامل الأمثل من مستر الموسيماني في المباراة، خاصة في ظل غيابات بالجملة حسين الشحات للإيقاف، وليد سليمان للإصابة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، وكمان أيمن أشرف؟ يمكن موسيماني نجح في مباراة طبعا بالميراس، كان في غيابات مؤثرة على الفريق وأمام فريق قوي من أمريكا اللاتينية، عمل الطريقة المناسبة اللي قدر بيها ان هو يعني يوصل بالمباراة لبر الأمان. والتوفيق طبعا حالف النادي الأهلي بجانب تألق محمد الشناوي في ركلات الترجيح واللاعبين، والأهلي قدر يحسن مركز طبعا انك غيب طاهر محمد طاهر، في ايمن اشرف وعلي معلول، ده برضو في الجانب الايسر هتبقى الى حد ما مشكله لو ما كانش محمود وحيد جاهز، وبالتالي هيدور ازاي يوظف لاعب في هذا المركز. يمكن حسين الشحات وطاهر مش هيبقوا موجودين، في كهربا موجود، اجاييه رجع مره ثانيه ممكن يتم توظيفه، ممكن يتم توظيف محمد شريف. يعني بالتاكيد مستر بيتسو موسيماني هيبقى عنده الفكر والتوليفه اللي يقدر
يقدر بيها ان هو يلعب مباراه المريخ بدون ان الفريق يعني يتاثر لغايه. قائمه النادي الاهلي قائمه فيها لاعبين مميزين واسماء كبيره واكتسبوا خبرات، من المفترض ان اللي حصل البطوله اللي فاتت مع كاس العالم للانديه يدي اللعيبه خبرات اكبر، يديهم هدوء اكبر، يقدروا يتعاملوا مع المباريات ثقه، كل الحاجات دي لما بتبقى موجوده في الملعب مع بدايه قويه للفريق اعتقد بتسهل له الفتره اللي جايه. يعني النهارده وتحديدا في الواحده ظهرا في اجتماع للجنه الثلاثيه باتحاد الكوره، كان ابرز القرارات اللي موضوع على طاوله يعني تحديد مباراه الاهلي والزمالك موعدها في الدوري العام لانها كانت مؤجله من الاسبوع الرابع. شايف ايه اللي ممكن يخرج علينا بيه اتحاد الكوره النهارده في اجتماعه؟ يعني اكيد لو خرج بميعاد مباراه النادي الاهلي والزمالك ده طبعا هيبقى امر جيد. مشكله الدوري الفتره الاخيره التاجيلات كتير، طبعا في مساعده للانديه بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن طبعا كتر المؤجلات ساعات بيخلي الجدول مزدحم، وازدحام الجدول بيأثر برضو على الأندية. شفنا نادي الأهلي لعب ماتشات مضغوطة في وقت قليل وده بيأثر على اللعيب مهما كانت قائمتك فيها نجوم كبيرة لازم بتتأثر. غير شفنا بنشوف زي ما قلت في الأخبار ليفربول ازاي عنده مشاكل وبيتراجع، ده عنده بسبب حاجة أمور فنية وأيضا إصابات خط الدفاع عنده بسبب ضغط المباريات اللي حصل في فترة ما بسبب ترحيل الموسم عشان كورونا. في العالم كله وأوروبا اللي الناس كلها بتتكلم تقول لك بيلعبوا كل 3 أيام مباراة وبيقدروا، لا تلعب كل 3 أيام مباراة دي ليها حالات معينة في فترات معينة من الموسم، ولكن ما تقدرش تلعب طول الوقت مهما كانت قيمتك بشكل مضغوط. فنتمنى أن اتحاد الكرة إن شاء الله يخرج بقرارات جيدة سواء فيما يتعلق بالفار، إن هم يقدروا يحلوا مشاكل الفار سواء أمور تخص التحكيم سواء جدولة بعض المباريات، وإن شاء الله نتمنى التوفيق طول ما اتحاد الكرة بيتخذ قرارات جيدة للصناعة المصرية كلنا بنستفيد. يعني بنشكرك استاذ ايمن ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كريم لهواندي، دي كانت جولتنا لاهم واخر الاخبار هنا من موقع يلا كوره. لحد هنا بتنتهي جولتنا، لكن دايما متواصلين معاكم في ايام جديده و10 الصبح الاهلي. كلمه ليكم. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، واكيد تحياتنا للاستاذ ايمن. صباح الفل عليكم والف شكر.